كان عمري 78 سنه 76 سنه سوري، وكنت اتمنى اني اعمل اجيب ميداليه واحده، لكن ربنا كرمني وجبت 4 ميداليات عالميه. انا اسمي نجوى غراب، ومواليد 1 يناير سنة 43، مصرية صرف، ما عنديش أي جنسية أجنبية نهائي، أعتز جدا بمصريتي. علمني أنا السباحة وكان عمري 4 سنوات، تميزت في السباحة في نادي هليوبلس، أخذت بطولات جمهورية فردية في رياضة الحرة اللي هي كرول، ورياضة الباك الظهر، ورياضة الفلاي اللي هي الفراشة، وفضلت متفوقة جدا في السباقات دي لغاية أما توقف المسابقات للبنات وللصبيان. الفترة دي كانت فترة زواج وشغل وإنجاب وما إلى ذلك، وكنت بعوم، لكن مش أنا اللي بنزل أعوم كده، أنا لا لا لا، كان عندي أمنية في حياتي قلتها وأنا عمري 14 سنة، قلتها في الصحافة المصرية، وقلت أتمنى إني أمثل بلدي في الخارج. الأمنية دي فضلت معايا ملازماني من وأنا سني 14 سنة لغاية أما اتفتحت النشاط الرياضي تاني، المسابقات للأساتذة. آخر بطولة حضرتها كانت 2019 في كوريا الجنوبية في بلد اسمها جوانشو، وسافرت، كان عمري 78 سنة 76 سنة سوري، وكنت أتمنى أني أعمل أجيب ميدالية واحدة، لكن ربنا كرمني وجبت 4 ميداليات عالمية المصرية وسط كل الأجانب. أهم بطولة عملتها كانت في روسيا، وخدت التالتة على العالم في 50 ظهر وفي 100 ظهر، وكنا عدد كبير جدا، وكانت المصرية واقفة على المنصة وعلم مصر ارتفع، فكان شيء رائع. أحلى حاجة بتسعد البني آدم هي الرياضة، بتخرج الواحد من أي حاجة سلبية إلى الإيجابية في الحياة.